طيران التحالف يغير على مواقع للميليشيات في صنعاء وصعدة وذمار ويدمر شاحنات محملة بالأسلحة قرب الحدود السعودية. منظمة يونيسيف تحذر من تزايد خطر حدوث مجاعة في اليمن ووجود أكثر من نصف مليون طفل يواجهون سوء التغذية. جنود الاحتلال يقتلون 4 فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وأوباما قلق للغاية بشأن تطورات الأحداث في الأراضي المحتلة. الشرطة السعودية تقتل مسلحا أطلق النار عشوائيا بالقرب من حسينية في محافظة القطيف. اشتباكات على عدة محاور في محافظة حلب وأريافها، ومقاتلات روسية تقصف بلدتي أورام الكبرى وكفرناها. تظاهرات في بنغازي ترفض مخرجات اتفاق الصخيرات وتدعو مجلس النواب للانسحاب من الحوار والدعوة إلى حوار ليبي ليبي. بعد شهر من إقفالها الحدود مع صربيا، السلطات المجرية تعلن غلق حدود البلاد مع كرواتيا في وجه طالب اللجوء.